عندنا طروال وراهم ثامني بقونا دو بو خاطرنا لي زام وعندنا شابوتو نغتنم الفرصة هذه باش نطلب من المستثمرين يتقدموا المنطقة هذه يعني راهي موجودة وراهي قابلة للاستغلال بسرعة لأن بعض المستثمرين دائما يتشكاو ما كانش الأرض ولكن نعطيو الأرض يقول لك ما كانش الكهرباء ما كانش الغاز في هذه القطعة هذه كان كلش ماذا بيا من طرفكم نقدموا نداء المستثمرين إن شاء الله باش يخليونا ننطلقوا إن شاء الله في تنمية صناعية في هذا المجال.